بينارنا إلى حدود الساعة 10 كانت نسبة المشاركة حسب تقديراتنا الأولية في حدود 1.9%، مع هامش خطأ 0.1%. حدود يعني اليوم كانت يعني حسب تقديراتنا نسبة تأخير في فتح المراكز كانت 2%. ملاحظتنا الأخرى هي 65% من المراكز كان يغيب فيها الملاحظ المترشح. يعني الأمور ماشية على أكمل وجه. العملية الانتخابية قاعدة تسير بشكل عادي جدا. هما كما تعرفوا أن شبكة بلاغ التليفون بدأت من 2011، هي تابعة في الانتخابات سواء كانت تشريعية ولا انتخابات حتى في المجلس البلدية وانتخابات الرئاسية والاستفتاء والانتخابات الأخرانية اللي صارت بين 22 انتخابات المجلس التشريعي، وحاليا هنا قاعدين في مسار انتخابات المجلس المحلية اللي هو 2024. احنا بالإجمال هما 1025 ملاحظ منتشرين على النحو التالي: عندنا 529 ملاحظ اللي هم منتشرين على حسب النوع العينه اللي خدينا العينه التمثيليه، باش نلقاهم متواجدين في 521 مكتب، وعندنا 300 ملاحظ اللي هو بصفه مشرف اللي هو بعمليه ملاحظه يدور متنقل، وعندنا 80 سوبرفيزور اللي هم موجودين في مكاتب الاقتراع. النسق كان بطيء، اللي ناهيك إلى الساعة 10 صباحا كانت نسبة المشاركة تقارب 1.9%، معها مش خطأ 0.1%. في مسائر الانتخابات اللي سبقت ديما الفترة الصباحية يكون فما بطء، لكن هذا تو بعد في الإبان نشوفه معناها على تلت اليوم الكامل إلى الساعة 6 مساء، وتكون فما هي القراءة متاعنا لنسبة المشاركة على بصفة عامة على كلمة الجمهورية. إلى حد الآن احنا كنا قبل كانت موجودة عنا باش نخدموا على المكاتب اللي كانت موزعة من مكتب واحد حتى لآخر مكتب موجود في مركز الاقتراع كانت تمشي بالأعمار، توا الهيئة اختارت أنهم يكونوا مختلطين معناها من الكبير للصغير، بالتالي ما نجموش نعرفوا معناها نسبة الأعمار نهائيا إلا في آخر يوم الاقتراع بعد ما يتم العد والفرز. فما تجاوزات اللي هي كسائر انتخابات تسير نحاولوا قاعدين نرصدوا فيها نشوفوا مدى خطورتها، وهذا كله فما احصائيات نعطيوهم معناها مبكرا، وفما احصائيات بعد باش نشوفوا كم معناها التجاوزات، هل انه ياثر ولا ما ياثرش، هذا كان بعد يكون معناها في اخر نقطه اعلاميه ان شاء الله نمدوكم بها بصفه اجماليه. احنا ماناش طرف تقاضي، احنا نرفع ونحطوا في تقاريرنا، وهذا كان معناها نمدوا به التقارير بينصير تمشي النسخه للهيئه المستقله للانتخابات وللراي العام انه معناها يطلع على ما تم وما صار من إخلالات ولا من تجاوزات. المركز هذايا هو مركز النداء اللي مؤسسته المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يتكون من 30 شاب وشابة يجمعونا في النتائج من كامل الولايات الجمهورية، نتائج آلية القرعة اللي مترشحين لها 1028 ذو إعاقة باش ينجحوا منهم 279 ذو إعاقة، يعني 279 مقعد في 279 معتمدية بإذن الله مضمونين، وتقريبا مجموعة كبيرة من الولايات تمت فيها آلية القرعة والنتائج الأولية انتاحها خرجت وهي موجودة لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في فروعها، وأيضا ملاحظين في كامل الولايات الجمهورية لملاحظة الانتخابات المباشرة بالتصويت المباشر، 216 ملاحظ موجودين في كامل الولايات الجمهورية، 27 منسق معهم كل منسق معه فريق للملاحظة في المجالس المحلية والتصويت للنواب في المجالس المحلية، فرصة كبيرة لذوي الإعاقة أنهم يكونوا موجودين في المجالس المحلية ويكونون جنبا إلى جنب مع زملائهم من النواب لتأمين التخطيط للتنمية العادلة وتوزيع الثروات العادلة، وإن شاء الله من المجلس المحلي إلى الجهوي الوطني صديقة أثبت وطالب، يعني خذ ما هو موجود، أنك في مجلس محلي ولك مقعد مضمون في المجلس المحلي، أثبت قدرتك ودافع عن حقوقك وعن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكل الشعب التونسي بشتى أنواعه، وطالب بما هو أفضل، الأفضل أن يكون لنا هيكل يعنى بذوي الإعاقة لدى رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية، أن يكون لنا تمثيلية في المجالس العليا كالمجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للتربية والعلوم، أن نكون مستشارين في الوزارات، أن نكون فاعلين في كل الحياة السياسية
الأسوة العامة، وأن لا نبقى حكرا على الشؤون الاجتماعية، فنحن مسؤولية وطنية. العدد هو 279 معتمدين، والمقاعد 279 معتمدين. إذا كان أنا عندي في كل معتمدية مقعد بحكم آلية القرعة، ومقعد ثاني لأنه ثم ذوي إعاقة خمموا وقاعدين اليوم يستنيوا في التصويت نتاع الشعب التونسي يوصلهم ولا لا، على خاطر تعديوا بتجميع التشكيل، تعديوا بإعادة البرنامج، تعديوا بالحملة الانتخابية رغم ما ثماش تمويل عمومي، رغم أن البنية التحتية مش مهيئة، رغم لغة الإشارة مش متوفرة، رغم وسائل النقل ماهيش سهلة، وهما اليوم في تصويت مباشر. إذا كان عقلية التونسي اللي أقصد نقبل في التصويت في البرلمان والتشريعية الأولى والثانية ترشحوا فيها ذوي الإعاقة بالتسكيات، أما الإقصاء نتاع المواطن التونسي خليهم ما يصلوش في البرلمان. إن شاء الله اليوم يوصلوا في المجالس المحلية ويولي في عضو واحد يولي اثنين، وهكا تولي بلادنا أزين وخير. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.